موضوع أنه لحد الآن تحقيق عادل في قضية اغتيال الشهيد أحمد لحد الآن ما ما ما, ما موجود يعني. طيب هو أساسا عندكم يعني أنتم رفعتوا قضية؟ نعم. زين وين وصلت؟ يعني المحكمة المحكمة اللي باب الشهيد المتظاهرين. أي محكمة المتظاهرين الصور اسمها. نعم. بس لحد الآن كإجراء روتيني موجود يعني هذا مال يعني بعدها مفتوحة وتاخذ الشهود على وفاته. القضية مفتوحة لليوم لو انغلقت؟ نعم مفتوحة. ولا أي ولا أي راس خيط لقيته؟ ولا يعني أي شيء؟ يعني كأنما حتى من تلقى راس خيط أي اكو من يسده أو يحاول يقطع الخيط. طيب يعني خلينا نحكي بصراحة اليوم، اليوم أحمد نعم. راح والمفروض دمه ما يروح هدر. ان شاء الله يلا. انت تتوقع اكو جهه معينه كانت وراء حادثه اغتياله؟ اكيد مخطط لها يعني عمليه اغتياله ليست عشوائيه. بما تشك؟ هسه في الوقت الحاضر ما اقدر يعني اصرح بهذا الموضوع، ولكن يعني بس هو ابو احمد انت حضرتك تعرف لكن ما تريد تحكي صح؟ لانه الاجراء القانوني قاعد ياخذ دوره، فما نقدر نصرح اذا مو الاجراء القانوني يكمل.